مساء الخير. ما بين إيران وأذربيجان نهر من الأنهار المشتركة اسمه نهر أراس. على النهر ده قررت الدولتين أنهم يعملوا سد مشترك عشان يخزن حوالي 2 مليار متر مكعب من المية تستفيد منهم البلدين في مشروعات ري وزراعة وتوليد كهرباء. افتتاح السد كان يوم الأحد اللي فات اللي هو امبارح، يعني في منطقة حدودية بين البلدين. فعلا حضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والأذربيجاني إلهام عليف، وبعدها قرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه يرجع العاصمة طهران مرة تانية. فجأة العالم كله اتصدم بأخبار عن اختفاء ثم سقوط طيارة الرئيس الإيراني، وبعد ساعات من الكلام والشائعات عن مصير طيارة الرئيس صدرت الأخبار الرسمية اللي كشفت وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان، وأيضا وفاة محافظ أذربيجان الشرقية. موكب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان متكون من 3 طيارات هليكوبتر، واحدة منهم هي اللي كان فيها الرئيس، ودي اللي اختفت بشكل مفاجئ، وفضلت جهود البحث عنها ساعات طويلة. تدخلت دول كتيرة عرضت مساعدتها، ولكن في النهاية وبسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف قعدت عملية البحث عن طيارة الرئيس. طبعا وسوء تضاريس، التضاريس في المنطقة دي صعبة جدا، قعدت عملية البحث عن الرئيس أكتر من 18 ساعة لحد ما قدرت مسيرة تركية انها تكشف وجود حطام طيارة الرئيس عن طريق الاستشعار الحراري في منطقة تضاريسها، زي ما كنت بقول لحضراتكم، في منتهى الصعوبة في محافظة أذربيجان الشرقية. دي المعلومات الرسمية عن الحادثة. ولكن أول ما تم الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني كان السؤال هو: هل اغتالت إسرائيل الرئيس الإيراني؟ هل هو ده رد حكومة نتنياهو على عملية 13 إبريل اللي قصفت فيها إيران إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيرات؟ أنصار نظرية اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس الإيراني اتجاهلوا كل البيانات الرسمية اللي اتكلمت عن سوء الأحوال الجوية وصعوبة التضاريس، وبدأوا في طرح الأسئلة الصعبة اللي بتقول إن وفاة الرئيس الإيراني مش وفاة عادية، نتيجة حادث بسبب منخفض جوي، بسبب سوء أحوال جوية، بسبب تضاريس وحشة، بسبب ضباب. يعني هل مثلا مفيش هيئة أرصاد جوية في إيران؟ ليه طيارة واحدة في الموكب الرئاسي يبقى فيها الرئيس ووزير الخارجية ومحافظ أذربيجان؟ طيب إذا كان الموكب فيه طيارات تانية زي ما اتقال، طيب مصيرها ايه الطيارات التانية؟ هل كان دورها الحماية والمتابعة؟ طب لو دورها الحماية، ليه عملية تحديد موقع سقوط طيارة الرئيس خدت وقت طويل جدا؟ وكان من السهل لو الطيران المرافق موجود انه يحدد دايرة البحث من اللحظة اللي اختفت فيها طيارة الرئيس. طيب لو الكلام اللي نقلته وكالة تسنيم الإيرانية انه قافلة الرئيس الإيراني كان فيها 3 طيارات وصل منهم طيارتين كان عليهم مسؤولين ووزراء وصلوا لوجهتهم بالسلامة، فده معناه ان طيارة الرئيس الإيراني وفي الظروف اللي فيها المنطقة دي ما كانش معاها حماية ولا متابعة وماشية لوحدها في آخر القافلة ومحدش حس بيها، وهذا كلام مش منطقي، خاصة إنه منطقة شمال إيران حصل فيها حوادث طيران كتير لطيران عسكري أو مدني قبل كده. فهل سقوط طيارة الرئيس الإيراني تحديدا في المنطقة شديدة الصعوبة من ناحية التضاريس والمناخ صدفة؟ أنصار نظرية إنه إسرائيل واقفة ورا حادثة اغتيال الرئيس الإيراني شايفين إنه ارتباط الحادثة بدولة أذربيجان يخلي الشكوك أكبر. ليه؟ لأن أذربيجان من الدول اللي ليها زي ما هما بيقولوا علاقات أمنية واقتصادية واسعة جدا مع إسرائيل، ويقال
إنها من أهم معاقل نفوذ الموساد والمخابرات الغربية، فبالتالي التكهنات كلها بتدور حوالين إنه عملية إسقاط الطيارة الرئاسية حصلت عن طريق هجمة إلكترونية على أنظمة الطيارة، وحصل التحكم فيها من أذربيجان، هم بيقولوا كده، أو عن طريق التشويش أو زرع شريحة في الطيارة الإيرانية، هم بيقولوا كده. طيب ليه إسرائيل ممكن تختل الرئيس الإيراني لو ثبت يعني صحة ذلك؟ لماذا يعني لو فرضنا يعني؟ إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني من أكثر الشخصيات المعادية لإسرائيل في السياسة الإيرانية، وهو واحد من المقربين جدا من المرشد الإيراني علي خامنئي، وكمان كان مرشح لخلافة آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للقيادة الإسلامية في إيران، وسبق قبل كده لسفير إسرائيل في الأمم المتحدة إنه رفع صورة بنت إيرانية ماتت في الاعتقال على إيد الشرطة الإيرانية وقت ما كان الرئيس الإيراني بيقول كلمته، ووصفه بإنه جزار طهران، وهو كمان ليه وصف تاني أو ليه اسم تاني جوه إيران بيقولوا عنه قاضي الموت. طبعا موقف الرئيس الإيراني من استهداف إسرائيل بدعم محور المقاومة خلاه هدف للإسرائيليين والغرب، لأنه كان من أنصار التعامل المحدود مع الغرب، غير أنه أول رئيس في تاريخ إيران يدي أوامر بالهجوم على الكيان الصهيوني في هجمات 13 إبريل، حضراتكم طبعا تفتكروها. فهو صاحب التهديد القوي اللي صرح بيه بعد استهداف إسرائيل لقاعدة أصفهان يوم 23 إبريل اللي فات، واللي قال فيه لو إسرائيل هجمتنا تاني هنمحيها من على وش الأرض ومش هنخلي فيها حاجة. إبراهيم رئيسي هو صاحب هذا التصريح. طبعا الساعات الأولانية من الحادثة حصل فيها تخبط إعلامي في إيران، الأول اتقال إن طيارة مرافقة للرئيس تعرضت للسقوط، فجأة اتقال لا دي طيارة الرئيس نفذت عملية هبوط اضطراري صعب، بعد ساعات بدأت الأخبار تبقى مؤكدة عن سقوط طيارة إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد الهيان ووفاتهم. وعلى طريقة يكاد المريب أن يقول خدوني، طلع الإعلام العبري في الكيان الصهيوني ينفي وجود أي علاقة لتل أبيب بتحطم طيارة الرئيس الإيراني، واللي جه بعد شهر من هجمات إبريل الإيرانية ضد إسرائيل، واللي كانت رد على قصف طيران الكيان الصهيوني لمبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، واللي قتل فيها عدد من المسؤولين والقيادات الإيرانية والدبلوماسية في دمشق. طبعا الوضع في إيران مرتبك في حالة هرولة عشان تتلم أي ملامح لوجود أي أزمة سياسية أو استغلال المعارضة السياسية للوضع والفراغ الدستوري، وعشان كده وقبل ما تنتهي فترة الحداد كلف المرشد علي خامنئي النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بتولي مهام الرئاسة عشان يبدأ ينسق مع السلطات التشريعية والقضائية ويجهزوا لانتخابات رئاسية طارئة خلال 50 يوم. المرشد علي خامنئي اختار حد من المقربين ليه واللي بيتم الاعتماد عليهم في المهام السياسية، وكان رئيس صندوق هيئة تنفيذ أوامر الإمام، وهو من الشخصيات اللي سبق لأمريكا وأوروبا أنهم أصدروا ضدهم عقوبات مالية. كمان تم تعيين علي باقري وزيرا للخارجية مكان حسين أمير عبد الهيان وزير الخارجية اللي توفى مع الرئيس الإيراني، ده غير تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلد في الفترة الحالية. طبعا تاريخ الاستهدافات الإسرائيلية ضد إيران والسجل الطويل من الاغتيالات كان من أهم أسباب وجود طيار بيتهم إسرائيل باغتيال الرئيس الإيراني ردا على هجمات استهداف الكيان الصهيوني بالصواريخ والمسيرات. من أشهر عمليات الاغتيال اللي متهمة بها إسرائيل ضد شخصيات إيرانية كانت جريمة قتل العالم حسن فخري زادة، أكبر عالم نووي إيراني، ده كان في سنة 2020، واللي كانت إسرائيل بتعتبره السفير النووي لإيران ورأس الحربة لتصدير التكنولوجيا النووية لبعض الدول والجماعات في المنطقة.
وخرج ضابط مخابرات إسرائيلي كسر حالة الغموض والسرية وشرح تفاصيل اغتيال حسن فخري زادة للجورنال الأمريكاني نيويورك تايمز. يعني وعلى فكرة يعني هو اغتيال حسن زادة ما كانش أول عملية اغتيال إسرائيلية لشخصيات إيرانية. في 2010 كان في اغتيال لأستاذ الفيزياء النووية في جامعة طهران مسعود علي محمدي بقنبلة اتحطت على موتوسيكل جنب بيته. وبعده في نفس السنة اغتيال البروفيسور ماجد شهرياري عضو كلية الهندسة النووية وهو في عربيته عن طريق التفجير عن بعد. بعد سنة في يوليو 2011 تم اغتيال مهندس كهربائي شغال في مجال أبحاث للأمن القومي اسمه داريوش رضاني نجاد بعده على طول. في يناير 2012 تم اغتيال باحث متخصص في الهندسة الكيميائية اسمه مصطفى أحمدي روشان. قائمة طويلة من عملية الاغتيالات للعلماء للقيادات العسكرية للقيادات الأمنية، ده غير عمليات الهجوم الإلكتروني على الأنظمة النووية الإيرانية. ده عمل أعطال للمشروع النووي الإيراني لسنين. طيب لو ثبت أن إسرائيل أو غيرها متورطين في اغتيال الرئيس الإيراني، فكل التوقعات بتقول أن الرد الإيراني هيكون قوي وعنيف ضد أي طرف له علاقة بالحادثة، لأنها هتكون تجاوزت كل الخطوط الحمراء، سواء كان الرد ده مباشر من إيران أو عن طريق الأزرع بتاعتها اللي في المنطقة، سواء كان ده بالدعم المباشر بشكل مش محدود للمقاومة الفلسطينية أو عن طريق الرد بتنفيذ اغتيالات سياسية في الداخل الإسرائيلي. لكن المؤكد إن حالة الهدوء والمراجعة للأحداث في إيران دلوقتي هي اللي هتحدد خط سير الأحداث الجاية. فإما تصعيد ياخد المنطقة لمستوى أعلى من الغليان، وإما هدوء وتدبر للأحداث لحد ما ترسى على بر. ربنا يحفظ بلادنا ومنطقتنا من أي سوء. مصر جديدة، أهلا بكم.